إطار البروتوكول الصحي الوطني للرصد والتصدي لمرض المانكي بوكس أو جذري القردة الذي وضعته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منذ الإعلان عن الحالات الأولى لهذا المرض على الصعيد العالمي. كتخبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين أنه إلى حدود هذا الوقت سجلت بلادنا 3 ديال الحالات مؤكدة بمرض المانكي بوكس، كلها حالات واردة. كما أنه تم استبعاد 11 حالة بعد أن خضعت للتحاليل الطبية وأكدت بأنها خالية من المرض. الحالات الثلاثة المسجلة هي كلها حالات وافدة، آخرها تسجل صباح هذا اليوم لمواطن من جنسية أجنبية قادمة إلى المغرب مؤخراً، وتم تأكيد الحالة في إحدى المختبرات الوطنية. الحالة تعتبر حالة هينة ومستقرة دون ظهور أي مضاعفات، وكيتم حاليا حصر لائحة المخالطين، وإلى حدود هذا الوقت جميع المخالطين اللي تم الحصر ديالهم لا يعانون من أي علامات سريرية اللي كتشتبه في الإصابة ديالهم بالمرض. أما الحالتين السابقتين فقد تعافتا بدون مضاعفات تذكر وبدون ما يعطيو حالة أخرى في الوسط المحيط ديالهم لدى المخالطين اللي كانوا معهم. جدير بالذكر أن البروتوكول الصحي الوطني تم تحيينه مرتين، وأنه منذ إعلان هذا المانكي بوكس كطارئ صحي عالمي قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوسيع دائرة المختبرات القادرة على كشف الحالات وتأكيدها، وأصبحت بلادنا تتوفر حاليا على 16 مختبر في كل جهات المملكة بدون استثناء.